أعتقد أن ما يحاسب عليه فريق أحمد شفيق جزء كبير منه وقائع كنا نعلمها ونعرف عنها الكثير منذ سنوات بعيدة، لكن لماذا تحركت الآن؟ ده الجزء السياسي في الموضوع. ما هو ممكن فيه معلومات كتير عن ناس كتير ولا تتحرك هذه الملفات. تحريك الملف طبعا أكيد له علاقة بالتوقيت وله علاقة بالانتخابات وله علاقة وله وله وله، لكن الوقائع دي أنا أعرفها وأنا نائب في البرلمان 10 سنين وأعرف أكثر منها، ولم يكن أحد يتحرك في الماضي ولا في الحاضر. أعتقد أن موضوع الفريق أحمد شفيق ملف سينطوي بعد وقت قريب. أنا بتصور أن المرحلة القادمة لا تحتمل طرف البقاء منفردين أو منعزلين. القوى المدنية يجب أن تدرك أنه هو الاختبار الأخير. هذا الاندماج سيكون رقم صعب، سيكون هو الرقم 10 في الملعب السياسي اللي هو بيجيب اجوان مباشرة، لكن وارد ان هيبقى فيه مع 10 لعيبة في اطار تحالف اوسع. احنا بنسعى وبنناشد كل القوى الوطنية والديمقراطية والمدنية والليبرالية ان تجتمع في كيان واحد آن وقت الاتحاد. وثيقة ستصدر قريبا جدا تحت عنوان العدالة المدنية، واحنا دعاة عدالة ودعاة دولة مدنية، في 10 بنود توصف فكرة العدالة المدنية. هذه الوثيقة ربما تصدر بعد ساعات قليلة إن شاء الله.